حمص، أحيا حمص المحاصرة مسجد الصحابي الجليل سيدنا خالد رضي الله عنه. زور الدمار الهائل جدا، منطقة أفضل المسجد سبق تسليم شوية والإصابة جلسة الناس في أحياء حمص المحاصرة منذ أكثر من عام. الدمار الهائل جدا في مدينة حمص، خاصة الأحياء المحاصرة منها. هذا هو مسجد الصحابي الجليل، الدمار الهائل سوف قصف عشوائي من قبل عصابات الأسد، احتراق معظم المسجد سوف قصف عشوائي. زول هذه الحفرة سوف قصف طيران الصواريخ. احتراق حديقة المسجد بالكامل سوى قصف عشوائي من قبل هذه العصابات الهمجية. دمار هائل جدا، هذه هي أحياء حمص المحاصرة 1/7/2013. هذه هي أحياء حمص المحاصرة.